الدولة الإسلامية ليست ثيوقراطية. وصلت سرية الأمير الأنصاري إلى المدينة فقدم تقريره لقائده صلى الله عليه وسلم، لكن بعض جنوده ذهبوا ليستطلعوا منه صلى الله عليه وسلم، ليستطلعوا شرعية أوامر الأمير الغريبة وحدود إمارته وحدود أوامرها، وهل خالفوا الله ورسوله حين لم يرموا أنفسهم في النار؟ أنصت صلى الله عليه وسلم للشكوى، ثم حسم الأمر بكلمات مخيفة، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. لم يأمر صلى الله عليه وسلم شعبه بما لا يطيقون، وهذا ما فهمه الأمير عبد الله بن حذافة السهمي حين قاد سرية صغيرة فأوقدوا نارا، فما زحهم طالبا منهم أن يقذفوا أنفسهم فيها فتأهبوا، فقال: أمسكوا على أنفسكم فإنما أمزح معكم. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حين عودتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه. إذن فالأمر في الإسلام مختلف، وليس كما كان في أوروبا المسيحية ذلك الوقت، حيث كانت الحكومة الدينية الثيوقراطية تجثم كالكابوس، دولة يكون فيها الحاكم إلها أو نصف إله، يتحدث نيابة عن الله وباسم الله، أي إنه لا يتحاكم وشعبه إلى الكتاب المقدس، بل هو نفسه أصبح مقدسا لا يسأل عما يفعل، وأوامره مقدسة كقدسية أوامر الله، حتى وهو يرتكب الموبقات كانت دولة تنتشر فيها السجون أكثر من المدارس، بل إن أقبية الكنائس فيها تحولت إلى زنزانات تعذيب للمخالف. النبي صلى الله عليه وسلم قدم دولة حضارية لا أحد بعده معصوم، ولا أحد بعده يتحدث باسم الله أو نيابة عنه، لا حاكم ولا عالم ولا أحد يغفر أو يملك صكوك غفران، بل نظام يرجع فيه الجميع إلى الكتاب والسنة، ويكفل للجميع أديانهم وحرياتهم. قدم صلى الله عليه وسلم نظاما عادلا يسري على الغني والفقير والحاكم والمحكوم والصالح والطالح. قدم صلى الله عليه وسلم نظاما راقيا في التعامل مع الغير، لا يهدد أحدا ولا يكره أحدا على الإسلام، حتى الحروب التي خاضها دفاعا عن دينه وصدا لمعتد كأحد والخندق، أو عقابا على خيانة كقريظة والنضير وخيبر، أو معاملة بالمثل كبدر والمصطلق، كان المجاهدون فيها منضبطين، فلا استسهال لأمر الدماء. وعندما استهان أحد المجاهدين بأمر الدماء غضب القائد صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا.
أما هذا المجاهد فتحولت جثته بعد موته إلى درس لإخوته. في ظلال السيرة.